مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ضيف الإذاعة، وضيفنا في هذه الحلقة هو صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة عسير، وسموه غني عن التعريف، فهو يمثل طليعة شبابنا المثقف الذي يحمل بين جنبه طموحا وآمالا كبيرة، يريد أن يرى أرض عسير المعطاءة وقد افترشها العديد من المشاريع الإنمائية التي ستعود بلا شك على المملكة العربية السعودية وعلى المواطنين في كل مكان بالخير والرفاهية. البرنامج درج أن يترك لضيف الحلقة أن يقدم نفسه، ولكن كما قلت ضيفنا هو غني عن التعريف، ولذلك سننتقل إلى الفقرة التالية التي نتيح فيها الفرصة للضيوف الذين يشاركون هذه المناسبة لكي يتقدموا. أولا كل منكم عرفنا باسمه والجهة التي يمثلها، ثم يتفضل بإلقاء سؤاله وسموه سيجيب على كل سؤال بطريقته المعهودة. سفر محمد غير، ثانوي تخصص مشيط توجيه علمي. سمعنا أنه سيفتتح في منطقة الجنوب تلفزيون ملون، ما هي المراحل التي مرت بهذا المشروع؟ هو صحيح أنه في تلفزيون ملون لمنطقة الجنوب، والدراسة انتهت وموجودة الآن لدى وزارة الإعلام، وإن شاء الله حسب ما فهمت من معالي وزير الإعلام أن المشروع سوف يطرح في مناقصة في أقرب فرصة ممكن. الاسم سعيد محمد سعيد جلفان، معهد أعداد المعلمين بأبها. هل من الممكن يا صاحب السمو أنه سيقام بيت للشباب بأبها؟ في مشروع للشباب في أبها، المشروع هذا تقوم بدراسته في الوقت الحاضر عدة وزارات، منها وزارة المعارف ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والهيئة المركزية للتخطيط والأمارة، أمارة منطقة عسير. وأقدر أقول أن المشروع في نهاية دراسته، وأملنا كبير في أنه يكون إن شاء الله من ضمن مشاريع الميزانية القادمة 93-94. والمشروع هذا هو معسكر للشباب، وبيكون فيه في نفس المعسكر بيت للشباب، بالإضافة إلى جميع أنواع الملاعب، مكتبة كبيرة ومسجد وصالة للنشاط الثقافي وصالة صالة جمباز جيمنازيوم ومسابح، يعني حمامات سباحة ونادي صغير. والمشروع الحقيقة مشروع كبير، وإن شاء الله نشوفه منفذ قريبا. عبد الحميد عبد الله يوسف الوابل، ثانوية أبها ثالثة علمي. يحتاج الشباب في هذه المنطقة إلى مكتبة عامة لزيادة ثقافته. ما رأي سموكم في إقامة هذه المكتبة مع المشاريع التي تقام في هذه المنطقة؟ لأننا بأمس الحاجة إلى هذه المكتبة. شكرا. أنا أيدك كل التأييد أن المنطقة فعلا في حاجة إلى مكتبة عامة، وأحب أقول لك أنه في قطعة أرض في حي القرى اللي بيهدم الآن محجوزة لكي تكون مكتبة عامة لمدينة أبها، هذا بالإضافة إلى المكتبة اللي كنت بتكلم عنها من شوية في الإجابة على السؤال اللي سبق، اللي حتكون في مراكز الشباب. سعيد عوض عبد الله السلامة، ثانوية خمس مشيط الصف الثالث علمي. صاحب السمو، ما هي أبرز المشاريع التي أقيمت وستقام لتطوير الأماكن السياحية بالمنطقة؟ والله كل المشاريع مهمة طبعا، بموضوع إيش أبرزها، طبعا أي مشروع في أي مكان ما ما يمكن يقوم أو يوقف على رجليه المشروع إلا إذا انتهت الطرق. فأعتقد أنك توافقني في الرأي أن الطرق هي أبرز
مشاريع أو أهمها في الحقيقة، سواء كانت الطرق اللي توصل بين المدن وبعضها أو أنها توصل المناطق السياحية المجاورة لخميس مشيط ولأبها بمدينة خميس مشيط ومدينة أبها. عوض عبد العزيز عتيق، ثانوية خميس مشيط، ما هي وجهة نظر سموكم في الرحلات التعرفية؟ أي رحلات تعرفية أنت تقصد؟ الطلابية الصيفية اللي بتقوم بها وزارة المعارف. نعم. الآن ولا أشياء أخرى؟ نعم تقوم بها وزارة المعارف. تقوم بها وزارة المعارف الآن. نعم. أعتقد هذا شيء طيب جدا وجميل ومفيد بالنسبة لشباب المملكة من طلاب ومن غيرهم. يعني حقيقة أنا أحب كمان أشوف رحلات أخرى غير رحلات الطلاب، رحلات شباب، لأن من المهم جدا طبعا أن كل إنسان في المملكة يعرف وطنه قبل ما يعرف الأوطان الأخرى، وأعتقد رحلات الشباب هذه مهمة جدا ومفيدة، وأرجو أنها تزداد في الأعوام القادمة إن شاء الله. سفر سفر جلفان، ثانوية خميس مشيط، ثالث علمي. سمو الأمير، مشروع الحزام الأخضر لكل من المدينتين أبها وخميس مشيط، متى سيقام وسيبدأ في تنفيذه ومتى ينتهى؟ الحزام الأخضر لمدينة أبها والحزام الأخضر لمدينة خميس مشيط انتهت دراسة جزء كبير منه، وفعلا قدم في ميزانية عام 93-94، ونرجو أن يكون تنفيذه في الميزانية القادمة أو الجزء منه. أما بقية المشروع فينفذ في الميزانية اللي بعدها، لأن المشروع على مراحل ما يمكن تنفيذه كله في سنة واحدة، لكن إن شاء الله يكون في سنتين أو في ثلاث. عبد الله محمد دلقم، معهد المعلمين. هل ستقام دورة الخليج في هذه المنطقة للمرة القادمة إن شاء الله؟ والله ما أدري، طبعا دورة الخليج القادمة ستكون في الكويت. إذا كنت فهمت السؤال من دورة الخليج كرة القدم، أعتقد هذا السؤال كان كذا. هذا طبعا الدورة القادمة في الكويت، والدورة اللي بعدها ما أدري، هذه بتقررها دول الخليج. وأعتقد أول شيء يجب أن نسأل إذا كانت الدورة ستقام في المملكة. إذا كانت ستقام في المملكة فعد ما أدري فين ممكن تكون، في الرياض أو في غيره، لكن إن شاء الله في المستقبل نحاول أن تكون عندنا دورات، بس بعد ما يكون عندنا ملاعب، وبعد ما تكون مدينة أبها ومدينة خميس مشيط مستعدة لاستقبال الوفود من جميع البلدان. يا حكمة زكريا من الخطوط السعودية، سد أبها، المراحل التي مر بها وتكاليفه ومساحته والمشاريع المنتظرة بعد انتهائه. والله أنت سؤالك هذا فني أكثر منه إداري. أنا تعرف طبعا وظيفتي إدارية وما هي فنية في السدود ولا في وزارة الزراعة. أنت بتسأل عن المساحة والمراحل والتكاليف والإلى آخره. أنا أقدر أعطيك بعض المعلومات. السد انتهت منه مراحل عديدة وما عاد بقي إلا القليل. يعني أنا أقدر أقول لك الآن أنه إن شاء الله حيكون منتهي في خلال 9 شهور القادمة. اتساع السد أو كمية المياه اللي حتكون في السد بعد ما ينتهي، وبعد إن شاء الله ما تجي السيول والأمطار، السد بيكفي لمليونين ونص متر مكعب من الماء. ارتفاع السد حوالي 34 متر، وأعتقد عاد الأسئلة الباقية فنية دقيقة جدا الحقيقة، يبغى لك مهندس يجاوب عليها من وزارة الزراعة، لكن نرجو أن يكون في هذا الكفاية. البرنامج بيسأل سؤال برضو، سموكم مهتم بإنشاء شركة للتجارة والسياحة، فحبذا لو أفصحنا عن هذا المشروع والهدف منه وطريقة تمويله. صحيح، الموضوع هذا الآن بيدرس من قبل الأمارة والأهالي ووزارة التجارة. في عندنا مشروع إنشاء شركة، الشركة هذه تكون تجارية وصناعية وسياحية. الشركة هذه بيؤسسها، يقوم بتأسيسها ناس من أهالي المنطقة نفسها.
رأس مال الشركة المبدئي اللي تم الاتفاق عليه مبدئيا وكخطوة أولى 5 مليون ريال. 3 مليون ريال الآن قدرنا نجمعها من نفس المؤسسين، وعلى أساس أن يكون في 2 مليون ريال تطرح في اكتتاب أسهم الشركة. هذه اختصاصاتها زي ما قلت تجارية وسياحية وصناعية، والهدف من وراء إنشاء الشركة هذه هدفين حقيقة. الأول القيام بالمشاريع النافعة للمنطقة وتبنيها من قبل الشركة ومساندة الدولة لها، والهدف الثاني هي تنمية دخل المواطنين في المنطقة نفسها، لأنه إذا كانوا المؤسسين والمساهمين من أهالي المنطقة وقاموا هم بمشاريعهم بأنفسهم، وسواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية، بيفيدوا منطقتهم، في نفس الوقت الفائدة التجارية منها أو الربح من الدخل بيكون لهم كذلك، فتكون الفائدة من ناحيتين أكثر من ما تكون ناحية واحدة. سالم أحمد بن محفوظ. سيدي، سمعت عدة مرات وأنت تتحدث عن الآثار، بماذا تشتهر مدينة أبها من ناحية الأثرية؟ وهل في نيتكم عرض الآثار وإبرازها أمام السواح؟ موضوع الآثار هذا مختص بوزارة المعارف، وفي مناطق في منطقة عسير وجد فيها آثار قديمة وسلمت فعلا لوزارة المعارف. أما البرنامج لهذه المناطق وكيفية الاستفادة منها، أعتقد احنا ننتظر من وزارة المعارف العمل في هالطريق. فهد الناصر الدهمش. سمو الأمير، ما شك فيه أنه تقر إقامة معسكر العمل والذي يضم 60 شخصا، وكذا معسكر منتخب السعودي لكرة القدم اعتبار 1/6 بمدينة أبها، فما هي توقعات سموكم لهذين المعسكرين ومدى الاستفادة من معسكر العمل في الأعوام القادمة؟ أعتقد طبعا إقامة معسكرات سواء في أبها أو في غير أبها، معسكرات للشباب، هذا شيء مفيد جدا، وهذه من رسالة المديرية أو الإدارة العامة لرعاية الشباب سواء في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو في وزارة المعارف. أما من ناحية إقامتها في أبها بالذات، فأنا طبعا سعيد وأهل المنطقة كلهم سعيدين بأن نتشرف بوجود شباب من باقي أنحاء المملكة عندنا، وأن نحاول نقدم لهم كل الخدمات اللي يمكن تقديمها، وكمان نشعر بإدانة بالشكر لهم لمساهمتهم معنا في بعض المشاريع في المنطقة. ما في شك أنه وجود معسكر منتخب المملكة كرة القدم في أبها شيء يشرف، وشيء احنا كلنا سعيدين بوجوده. معسكر العمل برضو اللي بيقام في المحالة بيساهم في عمل مفيد، وهو تشجير منطقة المحالة، وأعتقد معسكرات الشباب هذه بتتيح الفرصة للشباب للمساهمة في تطوير بلادهم عمليا، وإعطائهم شعور بالمسؤولية في هذه الأعمال، وأعتقد هذه شيء جميل جدا وإحساس نبيل يشعر به كل من الشباب اللي بيعمل والمواطنين الآخرين اللي بيشوفوهم بيعملوا، وإن شاء الله تتكرر مثل هذه المعسكرات في المنطقة وفي غير المنطقة. ناصر بخية الأواجي، رئيس قسم رعاية الشباب بإدارة التعليم منطقة أبها. سمو الأمير، الحركة الكشفية في أبها تحظى برعايتكم، فهل سعدت هذه الحركة بأن يكون ضيوفها في عام من الأعوام كشاف البلاد العربية أو الجامبوري على المستوى الدولي في يوم من الأيام؟ فهل نحظى برعايتكم التي تعودناها ويتحقق لنا مثل هذه الأمنية؟ شكرا. والله هذه طبعا أمنية لي أنا كذلك مثل ما هي أمنية لكم كلكم، ويسعدني جدا أنه يكون عندنا
استعداد لاستقبال مثل هالمعسكرات أو الدورات. طبعا كله يتوقف على إمكانية أول شيء جمعية الكشافة في المملكة، وثانيا إمكانية المنطقة نفسها لاستقبالهم. أول ما يكون عندنا احنا في المنطقة وعند جمعية الكشافة في المملكة استعداد لمثل ذلك، أنا أعتقد أن إن شاء الله حتكون برامج منفذة وحنكون احنا حققنا الأمنية للجميع. صاحب السمو، هناك سؤال ذو شقين، طبعا السائل محمد صالح الفواز. السؤال الأول، وإن كان في شيء من أنه يتعلق بشخصيتكم خاصة، فهل لنا أن نعرف عن حياتكم الدراسية منذ بدايتها إلى المستوى الجامعي؟ ثم هل لنا أن نعرف الشخصيات الأدبية والاجتماعية التي تأثرتم بها سموكم؟ لأننا في الحقيقة معشر الشباب وإن لم أكن من الشباب معجبين بطموحكم وشعوركم نحو الشباب، فنود أن نعرف من هم الذين تأثرتم بهم في هذه الناحية التي تهدف إلى المصلحة العامة، ثم من تأثرتم به في حياتكم الأدبية والشعرية، وقبل ذلك مراحل دراستكم إلى نهايتها الجامعية. هذا هو الشق الأول من السؤال. أولا من الناحية الدراسية، الحقيقة أنا المدارس اللي دخلتها كثيرة وفي أماكن مختلفة، فأول بداية حياتي الدراسية كانت في مدينة الهفوف بالأحساء، وبعد ذلك انتقلت منها لفترة وجيزة ما تتعدى أشهر للرياض، مدرسة المربع في الرياض. بعد ذلك انتقلت إلى مدرسة الطائف النموذجية، وهناك استمريت في التعليم الابتدائي ومنه الإعدادي ثم الثانوي. بعد ما تخرجنا من مدرسة الطائف النموذجية سافرت مع بعثات الدراسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك في اضطريت أني أدرس في الدراسة أو المدارس الثانوية، لأنه في ذلك الوقت لم تكن الشهادة الثانوية السعودية مقبولة، فدرست الثانوي من جديد في الولايات المتحدة في مدرسة اسمها الهانت سكول. بعد ذلك دخلت جامعة برينستون في الولايات المتحدة في نيوجيرسي، ولم أكمل المرحلة الثانوية المرحلة الجامعية في الولايات المتحدة، وإنما انتقلت من جامعة برينستون إلى المملكة المتحدة إلى لندن، وهناك التحقت بجامعة أكسفورد حيث أكملت الدراسة الجامعية. طبعا في التنقلات هذه كلها كانت خبرة لطيفة بالنسبة لي، وفساح مجال كبير أني شفت أنواع مختلفة من الدراسة ومن المناهج، كذلك أنواع مختلفة من الناس. هذا من ناحية الدراسة. طبعا كل المدارس سواء من ابتدائية أو ثانوية أو حتى الجامعة ما هي إلا إعداد الحقيقة للإنسان بأن يواصل تعليمه بنفسه، ما هي كل شيء. وأعتقد أنا إذا كان هناك مدرسة أفتخر بأني
تعلمت فيها أو في الحقيقة لا أزال أدرس فيها فهي مدرسة فيصل بن عبد العزيز، لأني أعتقد أن صاحب الجلالة الملك فيصل هو أكبر مدرسة ممكن الإنسان أنه يستفيد منها، وأنا لا أزال تلميذ هذه المدرسة، وهذا ربما يكون إجابة على الشق الثاني من سؤالك عن الشخصيات اللي تأثرت بهم. أعتقد بما أن جلالة الملك فيصل هو والدي كذلك، التأثر به كان كبير جدا، لأن بأنظر له كوالد وفي نفس الوقت بأنظر له كشخصية مثالية، كإنسان أتطلع دائما إلى أعماله وأعجب بها وأحاول أني أستفيد من دراستها شخصية جلالة الملك. بقي هل لنا أن نعرف أيضا من تأثرتم به في الناحية الأدبية وميدان الشعر بالذات؟ أولا أحب أقول أني أنا ماني شاعر، هذا هو شيء. يمكن كانت لي محاولات في بدء الأمر، يمكن سمعت أنت عن المحاولات هذه وتفتكر أني شاعر. لا، أنا في الحقيقة من الناس اللي بيحبوا الشعر، بيحبوا يقرأوا الشعر، بيحبوا الأدب، وما في الحقيقة شخصية معينة أدبية أقدر أقول لك أني تأثرت بها، لأنه ما لي إنتاج أدبي. عفوا، هذا التواضع من سموكم. السؤال أو الفقرة الثانية من السؤال، هل لسموكم أن يسدي نصيحة لأبنائه والطلاب في حياتهم الدراسية وحياتهم في قضاء أوقات فراغهم، أو أسلوبهم بعبارة نصح في قضاء وقت فراغهم؟ والله قضاء وقت الفراغ، إذا كنت تقصد العطلة الصيفية، فطبعا العطلة ما عملت إلا علشان يرتاح الطالب من الدراسة الروتينية في المدرسة. هذا لا يعني أن الطالب يترك وقته كله سدى ويترك جميع أنواع القراءة أو الثقافة، فهو بيترك المدرسة، ولكن لا يجب عليه أن يترك القراءة والثقافة، يجب أن يسعى لها في كل مجال وفي كل لحظة وفي كل مكان. هذه فرصة للطالب أنه يقرأ الأشياء أو المواضيع المحببة إلى نفسه. ربما في أثناء السنة الدراسية بيكون ما عنده وقت أنه يبحث في المجالات اللي هو يهواها، يمكن في بعض المواد الدراسية هو ما يريد قراءتها وما يريد دراستها بس مجبر عليها في المدرسة، لكن في العطلة الصيفية ممكن يشبع هذه الهواية، سواء كانت اطلاع قراءة أو كانت هوايات ثقافية أخرى كالفنون الجميلة أو رياضية. كل هذه مجالات ممكن الطالب يبحث فيها، إنما أنه يجلس ويشترك مع شلل زي ما بيقولوا ويلعب بلوت طول الليل وينام طول النهار، فأعتقد هذا ضياع لنفسه وضياع مستقبله وهدر للوقت الثمين. يمكن هو ما يلاحظ أن وقته ثمين إلى هالدرجة الآن، لكن بكرة إذا تخرج من المدارس وابتدى حياته العملية وعرف أنه ما عاد في وقت للإطلاع لانشغاله بأعماله وغيرها، يتأسف على العطل الصيفية اللي كان بيتركها تمر بدون فائدة. فأنا أنصحه بالاطلاع، وأنصحه إذا كان له هواية أنه يشبع هوايته. وطبعا أهم من هذا كله أنه بما أنه طالب وبما أنه رجل أو فتاة، كان من الطالبات، مسلم، فلا بد أن يكون
تركيزه في الاطلاع على ثقافته الإسلامية وتاريخه الإسلامي وتاريخ بلاده العربية. إذا ركز على الاثنين هذه أعتقد أنه ما حيتحسف عليها إذا كبر، حيلقى فائدتها أكبر من أي شيء آخر. بما أنك يا سيدي تهوى الأدب العربي، ما هو كتابك المفضل؟ وهل لك هواية خاصة غير الأدب؟ والله كتاب مفضل من كتب الأدب ما أقدر أقول لك أنه في كتاب واحد مفضل من كتب الأدب اللي أحب أقرأه دائما. أحب أقرأ أنا شتى أنواع الفنون الأدبية، من شعر إلى نثر إلى تاريخ أدب، كلها أحب أقرأها، أحب أطلع عليها. أما من ناحية الهوايات الأخرى فنعم أنا لي هوايات أخرى. أنا أحب أهوى الرياضة، وخاصة الخيل وركوب الخيل. كذلك أحب الفنون الجميلة مثل الرسم وغيرها. سمو الأمير، للإعلام أثره في إبراز المجهودات التي تقوم بها الدولة في جميع مناطق المملكة، فلو خصصت رسالة أسبوعية صوتية لمنطقة عسير، هذه الرسالة تحكي أو تنقل الأحداث والأعمال والمشاريع التي قامت في هذه المنطقة لكي يسمع عنها الكثير ويأخذ عنها الأفراد في الداخل والخارج سمعة أكثر ودعاية أكثر، ثم إطلاع الحقيقة التي تقوم بها الدولة ممثلة في حكومة مولاي جلالة الملك. ما أعتقد أنه في داعي أنه تخصص رسالة خاصة وقت بالذات سواء كان في الإذاعة أو في التلفزيون، لأن زي ما تعرف الإذاعة والتلفزيون للمملكة كلها، ما هو المنطقة عن أخرى. وكذلك أعتقد كل نشاط بيكون سواء في منطقة عسير أو في منطقة ثانية بينقل رأسا في الإذاعة وبينقل على التلفزيون، وأما تخصيص ساعة معينة في أسبوع مثلا أو في يوم ما أعتقد له داعي. كذلك أنه في القريب العاجل إن شاء الله حتكون محطات التلفزيون كلها في المملكة تبث بث واحد في المملكة، فممكن أنه بيكون في برامج مسجلة هنا في عسير وبتبث في نفس الوقت ويشاهدوها جميع أنحاء المملكة في نفس الليلة اللي بتكون فيها برامج من الرياض، وفي نفس الليلة اللي بتكون فيها برامج من جدة. يعني حيكون التلفزيون واحد إن شاء الله قريبا، والإذاعة نفس الشيء يعني. أما من ناحية الصحافة مثلا فممكن تأسيس مؤسسة صحفية في المنطقة، ممكن. مستمعي الكرام، في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله نتابع حوارا المفتوح مع ضيف الإذاعة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير. حتى حين ذلك الموعد أتمنى لكم أطيب الأوقات، ولكم تحية من مهندس الإذاعة الخارجية سعد عزات ومهندس المونتاج بإذاعة جدة المهندس صدقة حريري. تحية لكم أيضا من حسين نجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.